قوي في المباراة حتى الآن ما بين اللاعبين. عبد العزيز يتقدم وتسديدة، علقها علقها عبد العزيز العليوة، خيال الأطراف خيال الأطراف، عبد العزيز العليوة هدف سعودي أول، هدف سعودي أول، الله، هدف أول للمنتخب السعودي يسجل عبد العزيز العليوة خيال الأطراف. اقتنص الكرة من رأفت خليل وتقدم بكل جرأة. نشاهد الكرة الماضية، روعة 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 في الصناعة، عبد الملك والعليوة، الله الله الله، مصعب الجوير ومن صنع هذه الكرة، وعبد العزيز العليوة هبو با 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 با. هدف رائع للأخضر، هدف رائع للأخضر، الأخضر يسجل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول. يحتفل عبد العزيز العليوة، يحتفل عبد العزيز العليوة ويسجل الهدف الأول، روعة روعة.